السلام عليكم خوتي، معكم حمزة بن حدو صاحبكم وحبيبكم واخوكم اللي تعرفوه باسم سعد سبا ولا ميستر ميزو ولا حمزة الانفوغراف. بون، في هاد العدد الجديد من راديو ايرجون بغيت نهضر لكم واحد الهضرة شغل تاع خوت. بون خوتي، شفت بزاف ناس شغل هكا باغي نديرو حاجة في قلبهم، شغل حاجة هكا في قلبهم باغي نديروها بصح ما يديروهاش، ما ينجموش ما يديرو ان با باه يديمارو. ما فهمتش انا علاش هاد الناس راهم عايشين، زعما عايشين باه ياكلوا ويشربوا ولا يصرفوا عليهم دارهم ولا ما نعرف واش، ولا يجي الرزق من عند الدوله ولا ما نعرف كيفاش. لا خوتي، ماشي كيما هكا الناس تعيش. الناس اللي تعرف باللي كون ما تسعاش ما يجيهاش الرزق تاعها، حتى واحد ما دار دراهم ولا ما دار الرزق تاعه بلا ما يسعى، ما كاش اللي جا طاحت عليه خبزه من السماء. راهي الناس طاحت وناضت، وهذاك اللي تشوفه كل يوم يبكر، كل يوم رايح، كل يوم يرفد البالة، كل يوم يديه مشقين، هذاك راه يسعى، هذاك راه يجيب في القوت نتاعه. بصح يا اخي، من شوف الا كان نتايا عندك صحة قادر ما تزلزل بها الارض، ومازالك راقد، ومازالك تشوف الفيلمات، ومازالك تلعب البلاي، ومازالك تدور في حومتك، ومازالك ما داير والو، فيق بعمرك على بالك بلي راك تضيع في حياتك، وراك تضيع في وقتك، وراك تزيد تثقل على اهلك. يعني سعى، معليش قال لك اللي يبغى يحطب يبعد، هذا المثال اللي يقول لك اللي يبغى يحطب يبعد. معليش رفد كابتك وبعد، دير كيما خوتك، دير كيما الناس الاخرين كاع. لو كان تجي تشوف في الكارتي تاعك وحده تلقى نص لي ريستورون من القبائل ولا من بجاية ولا من سطيف، هذاك الانسان اللي راه تما واللي راه شاقي وراه جاي من بعيد، هذاك راه عارف قيمتها. انت مازال ما كويتكش الجمره، باسكو لو كان كويتك الجمره ماكش متكسل وعاطيها البلاي كونيكسيون والرقاد وتقول البلاد ما كان والو والدنيا ما كان والو. انت اللي ما كان والو، انت واش مديت البلاد باه البلاد تمد لك؟ انت على العام راقد ما دير والو تقول البلاد ما مدتليش. يسرقوا ولا الله يسهل عليهم، كاين ربي يحاسبهم. انت راك انسان واعي، وسبحان الله الجنرال مو قاع لكم قاريين، ما كاش اللي ماشي قاري وماشي واعي وما على بالوش. نورمال متخمم غير شويه تستثمر في الموهبه اللي عندك، ولا تستثمر في الحاجه اللي تقدر ديرها انت. استعمل ذكائك في افعال في اعمال تبالك انت بسيطه. استثمر ذاك الوقت الفراغ، دير في حاجه جديده تعلمها، خدم بيها. نعطيك مثال عليا انايا، انا ماش نزوخلك دروك ولا نقولك بلي انا حاجه كبيره ولا لا، انا كيفي كيفك، وانا تربيت في دشره، وفي ديك الدشره ما يعرفوا والو في الانترنت. كان نهار اللي شريت بي سي اول مره الشعب خلع، قال لي هذه شات الحيه هذه اللي راهي دير كيما هكا فيها تصوالح كاع. بصح من بعد بشويه بديت نتعلم الانترنت خطره في عفسه، خطره قدبت بزاف عفايس، زدمت في دومين لي نورمالمون واحد في ديك البقعه ما يزدمش فيه، يمشي يسرح. انا نقول لك شافي هذيك البقعه، يمشي يسرح، يخدم ماسون ولا يقرا ولا يجاجي، هذا واش يدير؟ هادو ربع حوايج يديرهم، سينو يمرض يهبل يبدي قايس في الغاشي بالحجر. انا نهار كملت قرايتي ريحت في الدار ما عندي ما ندير، ريحت هاكا نشوف في البيسي وهو مريح في كرسي وما بحرت لي واش ندير، الفرنك ما تحتيش باه نفليكسي. روح نقول لهم ما راني خارج، لا عندك 5000 ولا نفليكسيها، باسكو داير موبيليس فليكسي 4000 اونكاكش ما نعيطكش واحد. بصح لو كان قعدت انا في ديك الحاله نكمل كيما انت راك راقد دروك. بصح لا خويا، في ذاك الوقت اللي كنت نضيع فيه مرياح بروفيتي، تعلمت عفسه، تعلمت دومين جديد، تعلمت الانفوغرافي، ما قريتهاش في انستيتي ولا تعلمتها. وديجا انا كنت نديسيني من قبل، شغل نديسيني هاكا، شغل عندي شويه ايماجيناسيون. تسمى كي تعلمت لوتيل تاع الانفوغرافي فوتوشوب الستراتور منه، خدمت دي ماكيت، خدمت في شابين عجبوا ناس، قالوا لي علاش ماكش نخدم، علاش ماكش تخدم وتبيع بار انترنت ولا جو سي با. ايسييت هاكا من الناس تقتلي، بعت شويه خدمت منه لي بيبليسيتي منه صوالح، نشطت الدعوه عندي. واش درت؟
حوست على خدمة تصير ألجي، رفضت كابتي وطلعت الألجي. مشي طلعت الألجي عجبني زينها ولا الله يسهل عليها، هم يعرفوني هنايا من دار الخدمة، من الخدمة الوقت اللي ترشق لي راني برا، ولا مثلا ما ترشق ليش راني في دارنا لي هي هاكا ولا. بصح الحمد لله شقيت وسعيد وراني الحمد لله راني غاية دروك، ما خصني والو. دير في بالك باللي لازم دير اوبجيكتيف في حياتك، لازم ترفد كابتك وتبوجي، ما تقول ليش ما كانش خدمة ولا، رفد كابتك وبوجي، بوجي مشي على جالك، على جال خاطر الشيبانية تاعك ولا كانت متوفية على خاطرها الله يرحمها. ما تقعدش راقد، دير هدا، دير هدا لعائلتك، بين لهم بلي انت صح راجل وانت صح يتكلوا عليك، بين لهم بلي انت صح قد المسؤولية، روح تجرجر طيح ونوض وكبر راجل ورفد علامك بلي راجل ونص، حتى واحد ما تخليه يخدم عليك، حتى واحد ما تخليه يرفد لك علامك، وحتى واحد ما تخليه يدير فيك المزية، المزية ديرها في روحك انت وديماري وربي يسهلك ان شاء الله. وكما قالك العبادة والعمل، والعمل عبادة. خويا اصدم يا رب يوم النداء يا